السلام عليكم، كيفكم؟ بهذا الفيديو راح فرجيكم كيف بنرسم هيدي اللوحة بالألوان المائية. طبعا نحن بحاجة إلى ورق خاص بالألوان المائية. أنا بهذه الحالة استخدمت ورق 300 جرام ممحات قلم رصاص حتى نرسم الأوتلاين. طبعا نحن بحاجة لفرش خاصة بالألوان المائية اللي هي بتكون فرش ناعمة جدا، وأيضا الألوان المائية. أنا عم بستخدم هذه العلبة من ماركة وينسر أند نيوتن، فيها 12 لونا، إنما ممكن تستخدموا أي ماركة تانية. أول شيء طبعا بالإضافة أيضا قبل ما نبلش بدي ماء نظيف، وبدي أي شقفة قماش أو خرقة حتى مسح الفرش فيها. الآن بدنا نبدأ بتعليم الأوتلاين أو الخطوط الخارجية لرسمتنا اللي هي سهلة جدا جدا جدا. أنا بهذا الفيديو حاولت أني أعملكم رسمة سهلة كتير كتير حتى سهل قدر الإمكان مبدأ يعني الألوان المائية أو طريقة الرسم بالألوان المائية على المبتدئين. وحابي كمان لكم شغلة، أنه أنا هذا الفيديو ما عملت له مونتاج، ما عملت له أدت، تركته مثل ما هو لأنه ما كنت حابي أمحي منه أي شيء، أو حبيت أنكم تشوفوا كل الخطوات بوقتها الحقيقي. هلأ رح أترككم متابعة الفيديو، وأي سؤال عنكم يا أي استفسار أنا جاهزة أني جاوب عليه. تركوا لي في التعليقات، ولا تنسوا تتركوا لي اللايك وتدعموني، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإن شاء الله تستفيدوا.
طبعا مثل ما شفتوا خلصنا تقريبا اللوحة. أتمنى أنه طبقوها، في حال طبقتوها ياريت تفرجوني عليها بحسابي على إنستغرام اللي رح أترك لكم إياه هنا في خانة المعلومات. يلا إن شاء الله أراكم في فيديو جديد، وأي اقتراح بتحبوه أنا جاهزة، اكتبوا لي إياه بالتعليقات وإن شاء الله بندرس المواضيع كلها سوا اللي أنتوا رح تقترحوها. باي باي.